Thank you.
question? Thank you.
Thank you.
Thank you.
الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، يحييكم من الورود ونرحب بكم، وخير بدء تلاوة
اعتراف من ربيع القلوب ونور الصدور من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب رامي حرز الله من الصف الخامس الابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور مانا سعيد العتيبة، سعادة الأستاذ عبد الله النواس، أيها السيدات والسادة، إنه لشرف كبير لمدرسة الورود إدارة ومعلمات ومعلمين وطالبات وطلابا أن تسعدونا بحضوركم الحفل السنوي هذا، والذي يعكس بعض ما أنجزته مدرستكم خلال هذه السنة الدراسية في مختلف مجالات التحصيل العلمي والأنشطة المتنوعة. إن مدرسة الورود وهي تستعد بكل ثقة لوضع اللجنة الخامسة في صرحها التربوي تؤكد مواصلتها السعي بكل عزم لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية، جيل يسير في ظلال الورود سيرا حثيثا ويرتوي من كل قطرة ندية من العلم والإيمان والتربية والتعليم والأخلاق. ويسرنا في هذا المقام الكريم أن نعلن بأن الدفعة الأولى من طلابنا وطالباتنا ستتقدم لامتحانات GCE O-Level الشهر القادم، وذلك بعد أن حصلنا على الترخيص اللازم من وزارة التربية والتعليم ومن جامعة لندن التي وافقت أيضاً على اعتماد مدرسة الورود كأحد المراكز التي يتم فيها التقدم لهذه الامتحانات. وبعد ذلك يهيأ طلابنا على مدى سنتين للتقدم لامتحان GCE A-Level الذي يؤهلهم لدخول أفضل الجامعات الأوروبية والأمريكية والعربية. كما ويسرنا أن ننهي إلى مسامعكم الكريمة أن المدرسة قد شرعت في الإجراءات العملية لبناء مقر جديد سيكون جاهزاً في أواخر العام القادم إن شاء الله تعالى. سعادة الأستاذ عبد الله النويس، لقد كانت توجيهاتكم الكريمة لنا منذ التفكير بإنشاء مدرسة الورود وحتى الآن تقوم على قاعدة أساسية، ألا وهي الاهتمام بتربية النشء الجديد تربية وطنية ودينية وخلقية سليمة، إلى جانب تزويده بالعلم والمعرفة وفق أحدث السبل وأفضلها، وصولاً إلى تنمية شخصية متوازنة مستقرة لأبنائنا وبناتنا. ومن هذا المنطلق فقد حرصنا على العمل في ضوء هذه التوجيهات، وكلنا أمل من الله تعالى أن نكون قد وفقنا لما فيه الخير لأبنائنا ومجتمعنا وبلادنا الحبيبة. أيها السيدات والسادة، نرحب بحضوركم ثانية ونتمنى أن نلقاكم على الخير دوما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Excellency Dr. Mana Saeed Al-Ateba, Your Excellency Mr. Abdullah Nawaz, distinguished guests. On behalf of Alworood School, I would like to welcome you all and thank you for honoring us and accepting to attend our annual exhibition and program.
Thank you all for coming to share with us the various activities that help to develop the potentials of students and offer them the means to personal and intellectual development while maintaining high academic standards. Alworood School is an English language medium school where English is the medium of instruction all through the various educational stages. The United Arab Emirates Ministry of Education licensed Alworood School to teach GCE program as of this academic year, 1985-86. Moreover, the school is recognized by the University of London as a center for GCE examination. After passing the O-level, pupils will be prepared for a two-year course of A-level GCE. As admissions to universities all over the world is the ultimate goal, we aim to provide a broad curriculum with a reasonable guided choice of subjects. The combination of subjects will depend on the pupil's career intentions and on their potential. Extracurricular activities are provided to meet the pupils' varying interests. These include the computer club, debating society, art club, karate, football, drama, and home economics. Alworood School remains first and foremost a big loving family, where each member is committed to the welfare of other members. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده وبحسن منظره وطيب نفسه وأنيق مبسمه ووشي بروده ورودنا تصبح وتشدو نشيد الورود. Thank you.
Thank you.
الأزلي علي، ونسير في مهرجان الموسيقى بإنغام سعد في الفضاء مع عكس المنفرد. أقدمه لكم الطالب أريج أبو عليا من الصف الثالث الإعدادي. Thank you.
صوات تسبق النظرات، وجوه باسمة، لوحات متحركة بالخفة والنشاط. الجمال في صورتها والعفو في لحنها، بهيجة الألوان تتهادى وتتمايل برقصة الباليه. Thank you.
سأعبر جسرك المشؤوم يا تيار أحزاني، سأعبره بلا خوف لشط العالم الثاني، فإن نداء أجدادي وراء خطايا يدفعني، وريح الحزن والأشواق تحملني إلى فردوسي الغالي، وعبر ضباب أبعادي منارات تضيء الدرب وتلهمني أغاني الحب وأبهة وأفراحا لأعيادي. ومن تاريخ خزلاني وأمجادي جبل مخضوبة تمتد، وصوت هازم كالرعد، شجاع صارم الإيقاع يصرخ بي، تخير تخير أيها العربي، طريق العار مفتوح لكل زمان، ودرب المجد هل تفهم درب المجد؟ فخذ من أدمعي ما شئت، سأوقد مشعلي بدمي وأصبغ رايتي بدمي، سأوقد رقمة الشوهاء، أحفى أشتهي أعرى وأملأ مهدتي شعرا، فقد أقسمت بال
الميلاد في أعماق إنساني، سأعبر جسرك المشؤومة يا تيار أحزاني، سأعبره سأعبره لشط العالم الثاني. العربية بعنوان الأطفال والرسوم المتحركة.
وإياك أن تفعلها بعد ذلك. جميل، أحضر الماء بسرعة. ماذا تفعل يا بني؟ أين أنا؟ أنت في البيت يا باتمان. Thank you.
الورود النيرة، دم الأماني بالقلوب العامرة، أطفال ما هي الورود الباسمة، في فرحة تغدو نشيطة باكرة، أنعم بها سواعدا مستلسدة، هي الفداء والعماد باهرة، ومع بلادنا تجزو وترجع وتكسر الأزهار. Thank you.
أرضنا صافية كسماء الربيع. نحتضن العالم بأجسام برود وربيع لا ينتهي مع زملائي في أغاني الروضة.
الطير تسبو لربها الألحان، خافقات الجناح للسبح أنا، خافقات الفؤاد للحب أنا، مع دبكة يا حجر صميم. انتشر أريد الزهور على سياج الأسوار، وعدقت النبات والريحان في الحدائق، وهتف النسيم العابر شاجيا مترنما ناثر ناطور الربوع والأزهار برقصة الزهور لطالبات الصف الخامس والسادس الابتدائي. Thank you.
content with banishing his brother to the forest of Azim. Now, blamed his niece for the lines of conspiring against him. He calls her a traitor and tells her to leave his court and the city within 10 days on pain of death. In the end, of course, all ends well. The girls go into the forest of Azim and find the Duke, who gets back his dukedom from his remorseful brother. And they all return to live happily forever after. His own daughter Celia loves her cousin very much. Now, you will see how the land overcome with grief is consoled by Celia, and what plans Celia makes to run away with her cousin. Excellency, my lords and ladies, Shakespeare's As You Like It, Act 1, Scene 3.
Thank you.
تتفتح براعم الورود لتزين بألوانها الشتى صفحة الحياة الخضراء، وتطيب أرجاءها بالأسداء العطرة، وتزين ساحتنا من ثياب رقيق مع الموسيقى في نغمات هندية ناعمة، ومع زميلات طالبات الصف الخامس والسادس الابتدائي في الرقصة الهندية. Thank you.
الزمان على فنوننا فهي الأصالة والتاريخ، ومن أعماق الأصالة تتفتح سنبلاتنا كودة النبية، نقرت التراب وابتسمت لشعاع الضوء وقامت لتتمايل برقصة بدوية. Thank you.
Thank you.
الآن مع الموسيقى في عزف المنفرد تقدمه الطالبة الأستاذة أحمد من الصف السادس الابتدائي. ربوع العين تصفو كل ساعات الزمان، ترد الماء صباحا خلفة غيد الحسان، أي سحر في عيون هي نبع للحنان، أهو حلم أم خيال أم ترى حور الجنان، نزلت من عليائها قبل الأوان، ومع نخبة من سنبلاتنا في رقصة خليجية. Yes, yes, let's go on. I'm not going to get the last.
أعماله فجر يطول فبورك الإطلال وقيت ليس على المدى أوزوجة تأكلها الأسحار والآصال وقيت ليس سواعدا وبيارقا وصارما تخشى بها الآجال وقيت ليس بيادرا ونادعا للخير لا عوض ولا إذلال وقيت ليس كما يشاء لك العلا الكل فيه غضنفر وإبال فعلى سمائك ألف بدر يجتلى وعلى ترابك تنبت الأبطال وعلى سهولك كل سهل يشتهى وعلى جبالك بالفخار جبال وعلى الجبال السم تحت جلودها ما لا يمر بالسيف الجال وطن يعد النصر يدمخ بالضرع صعبا وفيه تضرب الامثال نصف جناحه الجنوب مثله عند التواصل من الفضاء كمال حر كأصع ما يكون جبينه لا ميثم كلا ولا اغلال والشعب كل الشعب في مهج الاولى كادوا الي اسنه وانصالوا اجبال اساس الشرى وجبلات ان تقتضي باسودها الاجبال وطن حرارات التي يعنو لها هام الزمان وتفخر الاجيال. هذه ارض بلادي انها ارض الخلود نفتدي الاوطان بالارواح لو يوما تعود فاذا متنا فداء فبجنات النفوس ومع سلام ارضي بنشيد سلام الخليج وحي الامارات. Thank you.
Thank you.